عبد العزيز. فسبب عدم نزول هذا الفيلم؟ الفيلم ده كان أول حاجة أقف فيها قدام الكاميرا. وكنت بعمل بطولة تانية مع مدام شريهان، وأنا مش من عشاقها. يعني عارفة أنت لما تتفرج على حد وتسرحي، فكنت في الفيلم مش مصدقة أن شريهان قدامي. فخلاص يعني أنا رايحة مصر عشان أتفرج على شريهان. هي حد متواضع جدا زي القمر طبعا، الحقيقه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. إيه، على طول بتضحك، على طول بتهزر. من اول مره اخذت عليا وابتدت تحكي لي عن حاجات، فحببتني قوي في التمثيل اكتر. الفيلم للاسف في النص حصل مشاكل فما كملش، وهي الله يمسيها بالخير يعني كانت ابتدت تتعب. نعم، والحمد لله يعني ربنا كرمها وتفضل دايما بصحه يا رب ان شاء الله. وللاسف ما نزلش. بس دي كانت اول حاجه اعملها في حياتي، وما كنتش اتخيل ان اول ما ربنا يكرمني ان انا اقف قدام شريهان طبعا. جميل.